بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح كل عمل جميل في قاعة سبأ، وما أدراك ما سبأ، مهد الحضارات، وأبو العرب قاطبة، وسيد الجزيرة العربية ورافدين، الأب الذي أنجب قبل 9000 عام حضارة الزمن ولغة العصر. إنه سبأ صاحب مأرب العظيمة الذي تنسب إليه هذه القاعة كما تنسب إليه اليمن السعيد. هذا الرواق أعلق عليه أملا كبيرا، وأتعشم في دوره بنهضة علمية وثقافية تبقى سنينا من الزمن لهذا الجيل وللأجيال القادمة، ليكون انطلاقة باسمة بالخير، معطاءة بالعلم والآداب والإبداع. وإنني إذ أحيي الشباب والشابات الذين قاموا على هذا الجهد الكبير والذين سهروا من أجله، وإنني أدعو الآخرين إلى التآزر والتعاون معهم، وإن إمكانيات سفارة اليمن تحت إرادتهم في سبيل نشر العلم والإبداع والثقافة للجميع. وإنني إذ أرحب بأضيافنا الأجلاء في هذه القاعة العامرة بكل الموهوبين والمبدعين، وأدعو إلى استمرار الحفل مرحبا بالجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور عبد الولي الشميري، سفير الجمهورية اليمنية الحفل الكريم، أهلا ومرحبا بكم. To be or not to be, that's the question. نكون أو لا نكون، هنا سؤال. لم نكن قبلا، أقصد قبل أن يجتمع ثلة من أبنائي وبناتي طلابي وطالبات اليمن الدارسين في جمهورية مصر العربية على إقامة مشروع ثقافي أمسينا نتوسد مكنوناته ومكوناته طويلا قبل أن يرى النور الليلة، متوشحا بالكثير من الآمال وطلعات على مرأى ومسمع منكم حضورنا الكريم. إننا وإذ نجتمع الليلة نود أن نعرب لكم عن فرط سعادتنا وفائق امتناننا لكل من شجع وزكى ودعم وبارك هذا الجهد الطلابي التطوعي البحت، ولنضع حجرا أولى على ما نأمل أن يكون صرحا ثقافيا وإبداعيا مائزا تجتمع تحت سقفه أطروحات ثقافية وإبداعية علمية وأدبية عامة ومتخصصة ستحك على شاكلة أمسيات دورية صناعها هم أصحاب الرؤى والإطلاع من زملائنا وزميلاتنا، كل ذلك أملا في إيجاد بيئة تنويرية هادفة على المدى الطويل بإذن الله. نحن نعول كثيرا على روح المبادرة، فكم جميل ألا نفقد مقدرتنا على التحمس لشيء ما، وأن نقف معا وقف تحت احتجاج واعتراض على ركود الواقع واستاتيكيته التي تكرس لنمط واحد من التفكير وتدهس الآخر، فنجد أنفسنا محاصرين بالصمت اللامبالاة واليأس. كبيرة هي إمكانيات هذه الأدمغة اليمانية الخالصة المشهود لها تفوقها وفعاليتها في كافة مجالات وميادين التحصيل العلمي. ثقتنا بأن المصداقية والنزاهة التي سيقدمها الرواق عملا على أرض الواقع ستجب كل تأويلات التي رافقت الإعلان عنه، وستؤكد للجميع استقلالية مسؤوليتنا الوليدة التي تحللت على أعتابها كل الأيديولوجيات والتصنيفات والانتماءات. أشعر بسعادة كبيرة أن أحضر معكم في هذا المساء مولد هذا الصالون الأدبي الثقافي الإبداعي الجديد المتمثل في رواق الثقافة والإبداع، الذي كما قال سعادة الأخ السفير سيكمل ويضيف إلى كل المؤسسات
اليمنية القائمة في جمهورية مصر العربية، وسيكمل الدور الإبداعي الجميل الذي تقوم به السفارة ويقوم به منتدى المثقف العربي ويقوم به المركزان الثقافي والإعلامي وكذلك الجالية اليمنية ونادي الشباب اليمني وموقع ابن اليمن، موقع طلبة اليمنيين في الخارج. كل هذه المفردات الجميلة هي ملكنا جميعا، نحن اليمنيون في هذا البلد ملكنا جميعا، وتعبر عنا وتعبر عن ثقافتنا. وأشعر أن جميع هذه المفردات محظوظة لأنها تحظى برعاية كريمة من سعادة الأخ السفير المثقف وراعي الثقافة والذي يعطيها الأولوية في كل اهتماماته، وأن يحظى هذا المولود الجديد أيضا برعاية سعادة السيد المستشار الدكتور قائد الشرجبي أستاذنا جميعا وكبيرنا الذي علمنا جميعا السحر وتلمذنا على يديه وشجع أنشطنا وشجع فعالياتنا منذ أن كنا طلابا في الجامعة. ما أود أن أؤكد عليه في الأخير أن إضافة هذه رواق الثقافة والإبداع، أتمنى فعلا أن تعبر عن كل اليمنيين مثلما حرصنا باستمرار على التأكيد على أن تكون كل مؤسسة وكل منتدى وكل صالون أدبي وكل نشاط طلابي داخل جمهورية مصر العربية يعبر عن كل اليمنيين ويمثل القواسم المشتركة التي تربط اليمنيين وتحافظ على ألفتهم وعلى تماسكهم وعلى وحدتهم. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. بما أنكم عينتموني اليوم شاعرا فلا بد أن أؤدي قسمي، إذ أن القسم ليس محصورا على الوزراء والسفراء وأعضاء البرلمانات. أما قسمي فبسيط جدا، فأقسم أني سأكتب من بداياتي وأكتب في الغد الآتي وأكتب حين يأبى الموت أن تبقى كتاباتي. أنا في الشعر سكير تراقصني سماواتي وأبحث في جحيم الحرف عن أشلاء جناتي. أما بعد فكلمتي إليكم قصيدة بعنوان أمراء. هذا الرواق سماؤه الأفكار جناته أفكاركم، والنار مطر إذا هطلت سواكبه على تلك القيثار تأمها الأزهار. هذا الرواق قوامه إبداعكم إبداعهم إبداع من يختار. أحرار هذه القصيدة شعبها، إن القصيدة شعبها الأحرار. سبحان من وهب القلوب محبة في سرها العبد الضعيف يحار. قدسية النفحات في أرواحنا وتسر من نظراتها الأنظار. سبحانك اللهم صدت قلوبنا سرا تدور بفلكه الأسرار. جبار يا جبار يا جبار يا جبار يا جبار يا جبار. وشكرا. يا من تخاطبه روحي وتعشق، يا من تخاطبه روحي وتعشق. متى أراك أمل المنتهى مد، أغالب الدمع والأجفان تقذفه، وأغمد الجمر والنيران تتقد. أغالب الدمع والأجفان تقذفه، وأغمد الجمر والنيران تتقد. يديم الدمع
يشبهها في العاشقين يدو يا من تخاطبه مرسي يا من تخاطبه روحي وتعشقه متى أراك أمل المنتهى أمده أغالب الدمع والأجفان تقذفه وأخمد الجمر والنيران تتقده أغالب الدمع والأجفان تقذفه وأخمد الجمر والنيران تتقد يدي من دمع كالياقوت أخضبها فليس تشبهها في العاشقين يدو متى أراك متى أراك أمل المنتهى أمدو أضر بي هاجس الأحلام مقتربا أضر بي هاجس الأشواق مقتربا فكيف بالله حالي حينما بعد ماذا علي إذا قالوا تعشقكم حتى الفناء ولا روح ولا جسد ماذا علي إذا قالوا تعشقكم حتى الفناء ولا روح ولا جسد يلومني كل قاس القلب ينصحني والنصح من مثله في ملتي حسد متى أراك متى أراك ما للمنتمد يا من تخاطبه روحي وتعشق يا من تخاطبه وتعشقه متى أراك متى أراك أمامك